كان اللبناني أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من بيروت دعم بلاده للبنان لتجاوز أزمته الراهنة. وشدد ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني على دعم طهران لما وصفها الخيارات الحرة للبنان في علاقته بمستقبله. أود أن أؤكد على الموقف الثابت لإيران في أنها تعتقد أن لبنان بحكومته وشعبه هو المؤهل كي يتخذ القرارات المصيرية بشأن مستقبله والخيارات التي يريد أن ينتهجها في المرحلة المقبلة. نبقى في الشأن اللبناني، حيث قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ديفيد هيل خلال زيارة التي يجريها إلى لبنان إن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيشارك في التحقيق لمعرفة الظروف التي أدت إلى حدوث انفجار مرفأ بيروت. المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ديفيد هيل يجول في الأحياء المتضررة. سمع هيل في جولته كلاما مشابها لما سمعه الرئيس الفرنسي قبل أيام لا تدعم السلطة. زيارة هيل تأتي فيما تنتظر بيروت موقفا أمريكيا واضحا من الحكومة المقبلة. قدم هيل بعض مؤشراتها. أمريكا جاهزة لدعم حكومة لبنانية تستجيب لإرادة الشعب وتلتزم خطوات لتغيير حقيقي. مع الصخب الدولي والزيارات المتتالية يستمر الخلاف الداخلي لبنانيا حول عدة ملفات حضرت على هامش الجلسة النيابية لإقرار قانون الطوارئ. تحقيق دولي في جريمة المرفأ أو تحقيق لبناني دعم أجنبي، حكومة مستقلة أو حكومة وحدة وطنية. حكومة الوحدة الوطنية عن وين فضفاض وكبير، لا أعتقد أن المواطن اللبناني اليوم يحتاج إلى حكومة وحدة وطنية، يحتاج إلى حكومة إنتاج وإنجاز. انتخابات نيابية مبكرة أو بقاء المجلس الحالي. السؤال اليوم إذا كان البعض يطالب وفق أي قانون، هل في بظل هذا القانون المسخ؟ لا نعتقد ذلك، فلنتق الله في هذا الوطن. وسط تخبط وخلاف الأطراف اللبنانية تم تقلق لدى بعض الجهات الحقوقية مما أقر في الجلسة. قانون طوارئ ذكر البعض بقوانين الطوارئ في المنطقة والدول المجاورة وسط تحذيرات حقوقية من عسكرة السلطة. أحدث انفجار المرفأ أزمة في النظام السياسي وبرزت ملفات خلافية، منها تشكيل الحكومة والانتخابات النيابية المبكرة، وسياسيون يتحدثون عن بلد يحتضر. محمد شمارو، العربي، بيروت. وللمزيد تنضم معنا من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، عن ماذا تمخضت زيارة المبعوث الأمريكي إلى لبنان؟ ماذا بشأن تصريحاته حول التحقيق لمعرفة أسباب انفجار بيروت؟ وأيضا لدينا زيارة لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى لبنان، كيف تبدو هذه الزيارة؟ زيارتان متناقضتان للرئيس لمساعد وزير الخارجية الأمريكية ولوزير الخارجية الإيرانية. كان لافت ما سمعه ديفيد هيل من رئيس الجمهورية بالترحيب بانضمام محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالية إلى التحقيق الذي يجريه فريق لبناني وفرنسي، وإنما أيضا كان تشديد من قبل ديفيد هيل على وجوب أن تستمع السلطة السياسية اليوم إلى مطالب الشارع اللبناني. مطالب الشارع اللبناني تحديدا فيما يتعلق بأهالي الضحايا، كان لافت النداء الذي أطلقه هؤلاء بتحقيق دولي في جريمة المرفأ لعدم ثقتهم بالتحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية. هذا من جهة. من جهة أخرى، على صعيد لقاءات محمد جواد ظريف، هو أعلن من وزارة الخارجية والمغتربين أن بلاده ستقدم مساعدات طبية، وإنما أيضا مساعدات فيما يتعلق بموضوع الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية في ظل الأزمة التي تشكل أساس المطالبة الدولية بإصلاحات فيما يتعلق بالفساد المستشري في الكهرباء، في قطاع الكهرباء في لبنان. بشكل عام ما يحمله الموفد الأمريكي هو تنسيق مع السلطات الفرنسية فيما يتعلق بوجوب أن تكون هناك حكومة
قادرة اليوم على تحقيق الإصلاحات، وهذا ما سمعه ديفيد هيل من ميشيل عون رئيس الجمهورية، بأن التطلع هو إلى حكومة قادرة اليوم على محاربة الفساد وإتمام الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي. فيما محمد جواد ظريف لم يتحدث بعد خلال الجولة التي بدأها عن توجه طهران فيما يتعلق بالحكومة اللبنانية العتيدة. سنتابع معك المزيد من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري، شكرا جزيلا لك جويس.